دلوقتي الريلينج والسلالم حصل فيهم تطور في ريفيت 2018، فالريلينج بقى اسهل في التعامل، بقت ترسم في اي شكل، حتى مثلا ارضية، في سقف، في اي شكل انت عامله هو بيبدأ يفهم الشكل دوت، وتقدر ترسم بدون ما تقطع الشكل بتاعك، هو بياخد نفس الشكل بتاع السلم ده، مجرد بس بتقول له بيك نيو هوست، تروح حاطه على السلم خلاص. وبرضو السلم فيه بعض المثال الحلوة، زي ان انا اقدر اخد مثلا اي سلم واقول له اعمل لي سيلكت ليفل، يعني هقررهم لي في الليفلات ديت، وتروح محدد الليفلات، هو بقى يبدأ يرسم عليهم، وتقدر تخليهم كونكت او ديسكونكت، بحيث ممكن كل واحد فيهم تديله الاعدادات الخاصة بتاعته، لو في فرق ارتفاعات، في اي تعديلات عايز تعملها تقدر تعملها براحتك.